الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الدعاة الصادقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين المكملين الذين ما زالوا لأعلاء كلمة الله غازين ومجاهدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. صدق الله العظيم. خدای تعالی قرآن سورة زمر دایتا پنجادا بحثا خلقاندن و افراندن و آسیمانا و عرده دکی بو افنا دلالتی سر وحدانیتا خودی و سر بو خدای تعالی یکی بتنه و قادر سر هرچ دیا و بحثا گو وقتی شفتی روح انداد بی وقتی روتی شف انداد بی و گو خدای تعالی روج و شف حتا میعاد وان هبه دو دنیای دا و روج روحنائی بکی و هیفجی ایوارا روحنائی بکی یا جتاریتی. خلق السماوات والارض، خدای تعالی دبی ما آسیمان و عرض چه کرنا بالحقی مبحقی چه کرنا. یکویر اللیل على النهار، ام بشوی روجید نخمینن، و یکویر النهار على اللیل و ام روجید شوید نخمینن. یعنی روحنائی روجی وقتی شفتی ونداد بی و روجایی روجی جی گوتی شب ونداد بی و سخر شمت و قبر. خدا یعنی دبی کی خدا او خدا که یکویر اللیلی علی النهاری روجی بشه شبه بشه روجی داد به روجی قطبت که و یکویر النهار علی اللیلی شبه بشه روجی بشه شبه داد به شبه بکره تاریکی را بی وسخر الشمس والقمر، وخدا أوى قول روج وشاب مسخر كرنا، يعني قول كل يجري لأجل مسمى، وهر يكيج روجي وجهيبي دشنوتين دنقا خدا يرا خدا لأجل المسمى حتى ميعال دكي بليغ وخدي تعالى جوار دانيا. ألا شيار ببن هو العزيز خداي تعالى إيغو غالبا لسر هالكسي الغفار ايغو قنه مؤمن عفوت كيجي خدايا. اذا امام زمخشري خداجي راضي به تفسير كشاف دا دبانا في آيات هذا وهذا بيجي دبي ثم دل بخلق السماوات والارض وتكوير كل واحد من الملوين على الاخر وتسخير النيلين وجريهما لاجل مسمى. ثم يعني بو خدي تعالى بين دلالات كي بتشيبونا اسيمانا وعردي ومثلا قول وتكوير كل واحد ونخمين كل واحد كي من الملوين جشب روجي على الاخر، يعني قول شفت روجو يعني دلة يعني وكيف بيت دليل اني نوار دليل دلالة الدليلة دليل اني يا دلالة دليل اني سيدة عفوا دلة على انه واحد لا يشارك خبر ويتيار انا مثلا هم دلالتی سرگو خودی یکی بتنیم بلی هوی بینی سروی پاشی در بیجی و تسخیر نیرین و گو خودی تعالی روج و شب مثلا زی بیجی مسخر کرنا جبو احتیاجی تمام مخلوقا و جری هما لی اجر مسمى و گو هر دو دچنو دین دگرن حتا میعاد کی گو جوارا خودی تعالی تقدیر کریا و بثی الناس على کسرت عددهم وقو خدي خلق عندنا إنسان لسر زحبونا كزيدا من نفس واحدة وخدي تعالى جيكي شكرنا وأو جيكيا وبابمي آدم وخلق الأنعام وقو خدي تعالى أنعام يعني دبه وبازو شيركو أبناك خلق عندنا على وجه دلالة كي أبناء تب على أنه واحد وخدي تعالى وخلقيتا بنا بتكويرا بنا تسخير أبانا دل بخلق أبانا وتكبير أبا على أنه واحد بل وخده تعالى يكي بتنية لا يشارك شديك جير ناين داني
قهار لا يغالب خدي غالبا كس سر خدي غالب نائي ومج بود تكويرو تكوير شيء يكويرو دب ألف وليو يعني ما ناق نخماندن وبيشاندنا تشتكي وقتيت السرحة ببيشي وياريات تشتكي بنخميني يقالوا دب باقوي معنتي بالقبلي دب كار العمامة على رأسه دب شاشك السرخة يعني زيفران يعني شو السرحة بدو زيفران داني وكورها مثلا شيكر لف بمعنى بيتشاندن يعني لا يوجي او بمعنى طواندن لا بمعنى ستراندن يا سيدة يعني مثلا شاشك دينا سريق تدي قد شاشك سريق بيتشا بلي دنجمت سريق قفت قفت نخمات وفيه اوجون بس دبي تكوير ده ومدهنك وجهنا منها يكجوان أن الليل والنهار خلفة يذهب هذا ويخشى مكانه هذا محقق شف وروش خلفة يعني قرطي هفتين يذهب هذا أبدشي ويخشى مكانه هذا وفين أبادي تجي وناكت نخميني وإذا غشى مكانه وقت يقول فيجي جي وناكي ولد نخميني فكأنما ألبسه هروكي مثلا جليكر يعني استتران ولف عليه مثلا سر بيشا كما يلف اللباس على اللابس بيشا وجل سر إنساني قول خدكي وللخد بيشي عيني أو روش وشفجي وللهفدو قفادكن وتينا بيشاندن قمانا بيشاندن يتي قبري ومنه قول زر رمى رمتي في وصف السراب مثل زر رمى نغش عركيا دو وصف السراب سراب يعني هابينا وقت روش دنيا زاف قربي ولو انسان تشوليا تدي سيلاند بيجنوا وكو ليلانا تشيد بي ودو وصف بيدا قوتيا دبي تلوز ما تخمينا عاضي دكا ما تبقى يوكي بيلي عاضي تشوتي تشتكي وتشتكي ولو تنهر برش عاضي ولو تشيد بي بلي بتلوي ثنايا بأحكيها حواشية لي الملائي بأبواب التفارجي تلوي الثنايا بأحكيها حواشيه دبي وكو ليلاني وكو ليلاني سريتشي حتى خبنيتشي دوراتشي ودبردي لي الملائي وكو وي برداء بأبواب التفارجي دبي دلي فكري بيشاو برداء دبري دقاصيد كيد نخميني عيني بوي شكلي اب سراب جي اب ليلان جي وي تشياي ولد نخمين خبيل البردنا حتى بنيوينا أبا دفردا قما سلباسا وكو سرابي يعني قما مانا تشيا مانا نخماندنا سنايا سيدا دبي عقبا يعني او نوالي تنوان زحمتا يحقيها بهدو كيلكي خود تدري نوال كيلكي واسه کلکی لچپه یه بله تا هی دفعه هر دو آلی نوال بله هر دو آلی نوال ارتی به هر دو آلی نوالی تلوی ثنایا قفاد که ثنایا یعنی اوکا نوالا نوالی تنگ بی احقیها بی احقویها اساسا یعنی به هر دو خاصیلت خود کلکی خود دیجا تلوی حواشی قفاد دکه حواشی وی یعنی که اوکی او لیلانی او سراب لیلانی قفاد دکه لی الملائی وکی لی قفاد کرنا پرده بی ابواب تفارجی بودری بکوکی وکری چوا که پرده وان قفاد دکه دگره تشکی قفاد نایله شتا اوی آنکا اوی لی اوکا آنکا جی بی لیلانی قفاد دکه يعني لي يجي أو جيا أو تبا خطبنا مثل كيلكي وينك ومنها وجمانا تكويرية أن كل واحد منهما كل واحدة كي شغل روجي مثلا هيبو شغل هيبو روجي يغيب الآخر يعني تر ونضاد كي إذا ترى عليه يعني وقت شفتي رو ونضاد بي وقت روتي شو ونضاد بي إذا بي وشبها وفي أوجه بها يجب أن الليلة ظاهر
ومن أن كل واحد من ما نوصل أنا أعطاب الشاب منها بيشي باي ومنها أن بلي يعني ما قلت شند وجهة تدنا تدي وجهك يكجيشي أو وجهه لأن كل واحد منهما يغيب الآخرة مالي مالي هل كل واحد في جشب وروجي ومثلا زي بجروجي وهيبة يغيب الآخرة يعني تر ونضادك إذا ترى علي وقت السنة بيدد بي يعني وقت بيدد بي يا كي جانتي يا دي ونضاد بي مثلا روتي شب ونضاد بي روتي شب ونضاد بي روتي تعريتي ونضاد بي تعريتي روكاي ونضاد بي فشبها في تغييبه إياه بشيء ظاهر اللفة عليه ما غيبه عن مطامع الأبصار إذا فشبها بهذا التشبيه كرين في تغيبه ويا روجي إياه قو شبه ونضادك يا شبه ونضادك في تغيبه تغيب كل واحدة كجوان جئي آخر إياه آخر هرا يعني يا روجي شبه يا شبه روجي را بشيء تشبيه هاتيه كرين بتشتكي قو ظاهر وقو تشتكي شكرا قو لفة عليه والسر وليك نشاند ملعب كريم شما تقول بشيء ظاهر بشيء ظاهر ظاهر انت سيبتي بيه شبيا بشيء ظاهر سيدا ها ها بشيء ظاهري قل لف عليه ما غيبه عن مطامع الابصار قل لف عليه قل سرتي بيشاندن ما غيبه او تشتي قوي وندادكي اجيت شي وندادكي عن مطامع الابصار يا جدي ترا تشافا يعني وقت او تشتي او تشتي دي تر جاب نابين وندات بيش بري نعم تشتي كي وصايا قل بردك دامي يسري بردك مثلا روجا وقت قو شفتي ام هو روجي دي بينن تشكو شبو وندادكي يا مثلا شبا روجتي تدي شب وندابو ام هو شبيد بينن يا مثلا كنت بكور شيئا كون شيء يعني تا بوتاكي اويد سري تاوي قفط كرا او جوي معنى قفط مانا يعني مانا جو او تشتي جو بري هبو جو من ضابو قفط كرا ومنها اجوان وجهايا يعني ان هذا يكر على هذا كرورا جو ان هذا اضها جو شبا يا روجا يكر على هذا لسربيا هاتي نخماندن كرورا قلب جارا يعني مثلا روج دات كبير شفتي شفتي روجتي ولو بشكلي متتابعا لدو هفدو يعني قول باي هف روشتي شفتي وشفتي وروشتي ولو بشكلي تكرار دبي إذا فشبها ذلك أف تكرار كرناها هات التشبيه كرن بتتابع أكوار العمامة بعضها على أثر بعض وكوكو مثلا لفي يعني الشاشة شلو لسر هفدو تي بيشاندن ولو تي تكرار كرن تشبيها وي هاتي كرن قول باي هفدوتي وتكرار بي أنا يكرو بمعنى تشيه؟ إيه؟ يكرو معنى تكرار كريم يكرو قابط قابط يعني يكرو هذا على هذا كرورا كرورا يعني سيديا قابطك يعني ويدقراها يهندر كيف تكرار متتابعا مقو دقيقة زمان تكرار لما يا سيدا سيدا ما رويسي يكرو بمعنى قابط كرينة يكر على ومن أن هذا يكر على تمام أبيات دقرسية يعني يقابط كرورا معنى هجوم متتابعا أو يقابطك أو يقابطك أو تيد شيء تيد شيء أو بيوم إيه كا إنك الخلام يخش بو ذلك من تقو ذلك من يكرو تي ماذا حربة ده كرة هجوم آجوة كريت يا وأول ليل فتلة وهجوم يسريتك جوی کره یه نم معنی قپات کرنه آنجا جبل که شب هجومی سر روژید که رو هجومی سر شوید که جوی کره تیا یه شاد کن هب دو؟ تمام دیگره سره یعنی هجومی سره دیگره سره یعنی ایجا جوی کره یعنی دیگره سره میچید که قپات که اما ابنی کره نم معنی قپات کرنه کره معنی هجوم کرنه سره یا منی saldırmak, hücum etmek ha. Baskın. Tekrar etmek. Var, şey.
بكروا الغداتي ومروا العشية. من أصاب صنابج أشاب الصغيرة وأفنى الكبير كروا الغداتي ومروا العشية. أبيك ويا بيجي من القيس بتخمنا. أنا خمس بيجي. أقول بيجي لو ميجنا خلني جد بي جنا ميجد بي دبي شما بورت اسمي بيا تغوشيا شو بيجتا دبي أشاب الصغيرة وأفنى الكبير كروا الغداتي ومر العشية دبي فور مهنك يشبر هنك جي كريا دان شوها كريا متسيدة في الشرعية تي وأفنى كروا الغداتي تكرارا في هواتنا السبي وتشوندنا إيواري سبت إيوارت إيوارت دارا إيوارت سبت دارا أبو يوي يعني زمان سند ضربه سفيان مختار كذي ها. من؟ بلي. ألا هو العزيز شيار ببن جو خدايا غالب أي الغالب إيجو غالبة القادر إيجو قادرة على عقاب المصرين يعني لسر جزاكرنا وإيجو لسر كفر وشركي دوام تكن الغفار لذنوب التائبين وجو خديت على غفارجي جگونه و انسانی گو توبت کرد. یاجی اول غالب الذي يقدر على ان يعاجلهم بالعقوبة يعني خدای غالبا يعني او خدای گو يقدر كاري على ان يعاجلهم بالعقوبة قوتا وی هيا قدرتا وی هيا گو عجل جزا بدیواناكي هما وهو يحلم عنهم خدای تعالى حلمتی جواتكي وعاجلا عجل جزا ناكي ويؤخرهم وخذ تعالى تاخيرا جزاء وادكي فاشتخي الى اجل المسمى يعني حتى ميعادكي بلي اذا فسمى الحلم عنهم مغفره يعني اباك وخذ تعالى حليمتيت كيج واناكي وعجل جزاء ناكي الجزاء واتهلي ابجتي بوتن مغفرات وخذ تعالى يعني ان بجبوكو توبه بكن خذ تعالى جي وان عفو بكي خلقكم من نفس واحدة خذ تعالى ون خلق النج نفسك ابتني جو حزتي آدم وثم جعل منها زوجها بين خلق عن دي اجباغ مي آدم عليه السلام بيركا ويناكي ونقول حديثات بيش فارسوا ويناكي وأنزل لكم وخذ تعالى حكم كريه جورا يا تقسيم يا لبا كريه جورا من الأنعام جحيوانا ثمانية أزواج يعني چار نير و چار مه و دبنا حشت مثلا اوناك جي و مثلا دفه و چلاك مشنو بزن يعني چلاك و گا دفه و يا نير و يا مه چلاك و گا و مي و بران و بزن و نيري يخلقكم في بطون امهاتكم و خده تعالى و چه دكي دزكي دي ودا خلقا من بعد خلق يعني تشيبونك فيش تشيبونك في ظلمات سلاسل دسي طاريتيا دا يعني قوهنكا قوتيا مثلا فيشتا او من نيش فيشتا انسانتي وتكبير رحمة بيلك دا وتكبير زكي بيناك دا يعني مثلا مدغية علاقية وتبيضا بيكبير او صلا او خلقا يعني مثلا فيشي منية بيلا على اخوينا وبيلا مدغية بلي ذلكم الله ها أبيب وهاله خلق عندنا وان تفج حزتي آدم وبيلك أوي جي جي وخده تعالى هشت حب حيوان نير وماء خلق عندنا وان جي تزكي ديا ودا تشي كرنا ودسيد أو كاد وان درباس بونا ذلكم الله أبا الله وربكم ربي و إيقو هن خلق عندنا إيقو أدب وتربيتك إيقو هنش تنبوني آنين هبوني ايغو و ادارة بكي له الملك ملكيت مزناتيش خدا ريا جا الله ريا او ايغو خالق باتشتا تبايا لا اله الا هو تئي لهج غير ويبي بنينن او يكي بتنيا فانا تصرفون ون بكودا تشن ون تشنج غير خدي جهنة كديرة عبادتكن ون رام الشريكاش خدي رجيتكن ايغو ون شكرنا و ايغو ون زكي دياودا سي شكلا و خدایت ایگو دبه و جلک و پز و می تب چه کرنا ها او خدایا چی ما من در جوید بردن و چن باشقا چتنا دیر عبادت کن
إذا إمام زمخشري خداش راضي بتفسير أبي آية الششادة تفسير كتاب في ده وهذا بقطع ما هدي بك دعوت خلق السماوات والأرض بلي يكون الليل والنهار الشمس والقمر سخر الشمس والقمر بلي وكل يجري لأجل وتبيض جيجانية خلق خلقكم بجوت عولي مبانات شكرية حاضر كرية فاشي مجاوات شكرية جنسك واحدة جادم جوي آدم يكيدا قلت خلقا يكيدا قلت جعلا دي اي آدم دا قلت خلقا دي اي حوا دا قلت جعلا يعني دمك اي خلقي او يعني كتشي او يعني كتماميلا جاخي شكرية اما او آدم جي پرشك جانوي دايا شكرية لما او جعلا قلت او خلقا قلت وقلت جان عمل ينزل ده قلت خلق بلي انا بناج اسمان انا قلت يا بناج كبير دي بيش يعني ياخذ سبب حياتنا واج اسمان هاي دي بيج اوج بيج اسمان غياب غياب باران نبي بارا يعني غياب باران شي نبي وحيوان جي بي غياب شي نبي بله يعني بدا تعبير كده جي هي هي وخلق من زوجها وجعل من زوجها سيدا يعني تمام الظلامة هذا بيرك شكل يبقى شيء بلي يعني تك حبتي تاني شكل يعني حزتي حوا حزتي حوا شيء بيرك وظلامة أفقصة شكل يه هاشي هاتي عيسى عيسى جتي تاني شكل يعني خدي شوا شكل كده كان كاردين يبقى جزلامي بي بيلاقي شيكريا بيلاقى بيزلام شيكريا يفعل الله ويحكم ما يريد من نعم كفو بفإن قلت ما وجه قوله ثم جعل منها زوجها يعني بو خذ تعالى بو خلقك من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها بمثل وجهه وجهها وما يعطيهم من معنى التراخي وبسماي آنيا مثلا بشي مثلا خلق من نفس واحدة وبين السماء وسموش بو أطفع حرفة عطفة جبو تراخية يا قلت بيعزي ببجم هما آيتاني أبهردو دا آية من جملة الآيات التي عددها دالا على وحدانيته يعني تشيبونا خلقانا حزتي آدم ويا حزتي حواء أفدح بآية جوان آيتي بو خديت على جمارتنا ودلالتكن على وحدانيته وقدرته وخداي تعالى يكي بتنيا وخدي قادر يسر هجتيا وخدي كاري زلام اشخلية شكي وكاري بيلك نجي زلام شكي اف تشعيب هذا الخلق الفائت للحصر من نفس آدم ومثلا يعني بارجدما او كريا هذا الخلق بخلقيتها الفائت او مثلا للحصر من نفس آدم وصدى حصر كريا وتمام إنسانا مثلا بيشيج آدم وخلق وحاوى سيدة بس عفوا بس عندنا هناك تشعيب هذا الخلق الفائت للحصر يعني خير من حصر يعني من نفس آدم أو طبعا تشعيبوي شاتبار وجعلناكم شعوبا وخبائلا تمام يعني آلي آلي وتشعيبوي رنگی و شکلی و سیمای و فلان و بیوان و تفتش تکیدی نه هر یعنی توکا و یکا هر کی هم شکل کینه و کو کو وگا خالیا و مثلا سیفت د چیز به تعماو ایلیا هنار چیز به تعماو ایلیا حجی چیز به ایلیا اذا خود تعالی جم ترج حزتی آدم چی کرنا کو کا تمام انسان او هم پیر انسان بجا ای مؤمن هانه و ای کافر هانه و ای رجن و ای سپیانه اي دريش انا بدي اخذ تعالى شلو خستي هو بدي حسره وان هو حق يا فاو الفائت اللي حصل من نفس ادم تمام من نفس ادم يعني جي نفس ادم غير منحصر انسان شي بنا وخلق حواء من قصيراه ومثلا شي بنا حزتي حواجي ومثلا زي بيجمش فارسواوي شي بيا فارسيوي يعني حزت بلي. أريد أن تبيجنشني بارسو.
وهو الدلع الأسفل. إلا أن إحداهما إلا قُخذي تعالى يكشفانا يعني قُش حزتي آدم وش حزتي حواء جعله الله عادة مستمرة خُذي تعالى أبناء قرانديا عادتك قو دوامتك أما والأخرى يا قو بيجا إنسان جبارسوية شيببي لم يجري بها العادة عادت بيها أو شيبيا إذا مثلا شيبيا ولم تخلق أنسى غير حواء من قصيرة رجلين وج غير حزتي حواء جي كس جبارسوا زلامكي تشي نبيا فكانت أدخل في كونها آيات أفدها قبب آيات ودلالتي سر قدرتها خدي وسر وحدانيتها خبكي خدي بكي دهات أو ترى مصدرة وأجلب لعجب السامع ودهابت جو عجيبة إنسانة جو جهي خدي دا وجهدانا من عجيبة وجلبك إذا فعطفها بين خدي تعالى بثم عطف ديا ما حوا بسر بعض من آدم ثم يكر على الآية الأولى سر آية خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها عطف كبسر بها للدلالة على مباينتها لها فضلا ومزية جبو دلالتها على مباينتها لسر بيان بونا بو خدي تعالى حزتي حوا خلقا ديج بارسوا باب من آدم ولها فضلا ومزية قول ديا ما حوارا فضيلتها يا وفرقيتك مزيتك إنسانة هيا وج غير وي كس بيرك ديتيج جبارسوا تزلام ديت شنبونا وتراخيها عنها وتراخيها عنها وقو باش خستيا يعني بيشي باب من آدم شيبويا بيرة ديا ما حوا جبارسوا بيشيبويا فيما يرجع إلى زيادة كون آية ووجع مرد فقريني ببال أبناء زيدبونا أفديا ما حواجي أوجي آيتك ودلالتي بيشاوى خلقيتا باب من آدم آيتا يا ديا ما حوا دهازي دتر أوجي آيتك ودلالتي سر وحدانيتا خدي وقدرتا خديتك فهو أفسما من التراخي في الحال والمنزلة فهو يعني هم ذي مقامي خدا هم ذي دوري ما خدا يعني هم ذي حالي خدا هم ذي جي خدا دقوان ما خدا جعانا بكيم ترى بني چلكو بيشي بابي ما آدم بايدا هم چي بي لا من التراخي في الوجودي نقود چي بوني دا مثلا زي بي جمل باشا بلك اوجي هم بي چي بي يا چي بي جرام يا مثلا بحال وازي بي جم جي وان دوی اوید به تراخی هيا نبود به چبونه ده تراخی هيا یعنی وقتی گو خدای تعالی باب می آدم خلق اندیا نگو زمان کتی ده دیا ما حوا چبیا به هم رو می چبونه یعنی به هم رو چبونه یعنی ده مقام خدا بله او ده دور ما خدا ده بیجه کم تره اما ده وجود خدا هر دو هم رو اپنا دنیا ای کا جابنی بگوی نسته من رو بسید به چه فهو من التراخي نعم قال صاحب الفرائض أي مانع يمنع من أن يكون التراخي في الوجود لعل خلق حواء من آدم بعد مدة لو صام قلت المانع جعل قوله ثم جعل من زوجها من آدم لم يكن مقدما على خلق حواء من ذرع آدم معطوفا على قول خلقكم من نفس واحدة أبا عطف الجملة على الجملة أو سيدا جاروي قلت هي بني را وجمرا ببيت بيت شي سيدا هي سيدا أو النطيبية بني را بني ذا قلت قلت المانع جعل قوله ثم جعل منها زوجها معطوفا على قولي خلقكم من نفس واحدة عطف الجملة على الجملة ولا شك أن تشعيب الخلق الفائت للحصل من آدم لن يكون مقدما على خلق حواء
من ضلعي آدم. ولهذا لما أراد ذلك المعنى عدل عن ظان الظاري وأوله على وجهين. أحدهما قال وخيل ثم متعلق بمعنى ثم بمعنى واحدة. أي أنها أي إن صفة لنفس معطفة على واحدة على تأويل وحدة. وإذا وخيل وحدة بدل نفسها على منوال فأصدق وأكل. وثانيهما أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر ثم خلق بعد حواء. فالمراد من قولي خلقكم من نفس يعني أخرج ذرية من ظهره فيكون من عطف الجملة على الجملة على هذا التأويل. يعني كي بو سيدا دبكي دبران إكرادا قولي دبي دعية كلمة ده خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجا. أبي أبدو تأويلة جي تأويل لك تأويلة عول جي وبياد دقنا دبكي وأبيانك عطف عطفنينة يعني كو عطفة جملة بشر جملة بني. أنا بلوش أدريش يعني شيء؟ مش راش كنت شوفه بنا أو سمع يعني تبي تراخية زمان نادى إفادة كنا بل كي تراخية مقام موان دا إفادة كنا يعني ديرا هو قون ماوي ياود بي فهو من التراخي في الحال والمنزلة يعني. لا من التراخي في الوجود يعني. يعني آدم وحواء بهبرا أبنا خلق كنا وقت كو آدم هاتيا خلق كنا عيني بيراج فارسي ويجي حواء شي بيه وصاود بيجا سيدا أبيانكا دبي هما يدلاني هما آياتن دبيتشير الحصن أواد بيجا دبيكي فهو من التراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود. صعيب الفرائد أي مانع يمنع من أن يكون التراخي في الوجود. شانجلي لعل خلق حواء من آدم بعد مدة. قلت المانع الأبد جعلوا قولي ثم جعل منها زوجها معطفا على قولي خلقكم من نفس واحدة عطف الجملة على الجملة. ولا شك أن تشعيب الخلق الفات الحصي من آدم لم يكن مقدما على حواء فاصل من دلع واحد. ولهذا لما أراد ذلك المعنى عدل عن الظاهر وأوله على وجهين. أولهما قال وقيل ثم متعلق بمعنى واحدة أي إن صفة لنفس. أفسد بجلو يعني دبرد أظن من قوله خلقكم من نفس واحدة ثم جعل من جوا نفس واحدة زوجها. تمام إيش تأو السماء متعلقة بأوكي بعد كده بمعنى واحدة ما يعني وحدة ثم جعل منها زوجها. تمام تبي واحدة دا جناوي جيشي أي بالتاني باشي بيلك قوي دباشي هنا زورية تجوان شيء إيه صارش مالي أنا أتكلم تشكي بيجم كلام جزيرة أزمان إشوار تشتيش عبارات فهمكم لبلي أمول بقول عقل أز بيجم خلقكم من نفس واحدة وفايدة ثم جعل منها زوجها. وقت كنت بجي خلقكم من نفس واحدة يعني وي وقتي خلقيات زوجتي جهاد كرن حتى كو الزرية شوى زادت يعني نبت دي إفادة يا أو خلقيات ويدا لسيدا يعني خلقيات فارسيويات يكرني حواجي دوي دادا و فارسي يعني دوي وقتي دا حواهات يا خلق كرن مو بايدا اما حواء بيلك ولا رخي هي فارسي ولا رخي بلي ثم متعلق بمعنى واحدة
ثم جعل منها زوجها بمتعلقة بمعنى وحيدتين فيها. يعني تشاوشت به كأنه قيل خلقكم من نفس واحدة ثم شفعها الله بزوج. يعني خلقكم من نفس وذي وجيك تشكرنا واحدة وابتنبوا ثم شفعه الله بزوج. أين خذ تعالى بجد يا محاوجي بير خستيه جود. وقيل وقيل قتنا ولا أخرج ذرية آدم من ظهره كالزري. وتأخذ تعالى ذرية حزت آدم شبشتا بابي من آدم سجكري الزري خلقان نتشكرنا. يعني بابي من آدم تشيبويا تمامي مخلوقه. إيه؟ هي قولتي وجودنا يا. وثم يعني خلق بعد ذلك حواء طيب وذرية شتاوي تشيكريا هي حزتي حواء خلقان. يعني تشد الزر أو كذا تشيبونا ولد إذا بقايا بيلتي قيتنا. شكو بي قيلة ولو قتلك هيدا قيلة يعني قيلة بيا كما سلم لك بارا بيدك تيتنا كما أبا زلام تاني تينا وأنزل لكم يعني وقضى لكم وقسم يعني قو أنزل ما نا قضايا خده تعالى أمر حكم كريا جورا وتقسيم اللبا كريا لأن قضاياه وقسمه موصوفة بالنزول من السماء چونكو حكم كرنا خودي ولبا كرنا خودي هاتية وصفدان بوجه آسيماناتي حيث كتب في اللوح كل كائن يكون بيقول خودي تعالى نبيسان ده اللوح المحفوظ ده چقات تشتيقو هيا وچه ببي يعني تشتيقو هيا وچه ببي جي خودي تب دور ده چكرنا نبيسان ده يعني يقول آسيمانا وقيل قيل قوتي لا تعيشوا الأنعام إلا بالنبات قوتي جبوغو مثلا حيوان بيجيه يا شميش نابن والنبات لا يقوم إلا بالماء وقياجي قو نب آبيبي چه نابي إذا وقد أنزل الماء خد تعالى أجا آسيمانا آفشيان ديا قياشين بيا وقو قياشين بيا حيوان جي بيجيرين أو جبوغو إيه فكأنه أنزلها الوكو خذي تعالى آسيمانا نازل كتير وقيل قليك وقت خلقها في الجنة بيشي خذي تعالى خلقها للجنة دا ثم أنزلها بيجي بيجي آسيمانا نازل شي نازل سمانية أزواج يعني ذكرا وأنسا خشحب يعني يك نير يك مي أو جيتش من الإبليج دبها دبها نير ودبها مي والبقري وجيلكا جيلكو غا والضاني مسميشن وبيان والمعزي مزبزن ونيري وبنا حشحة والزوج يعني الزوج غوريغوتن اسم لواحد معه آخر ما نانا بي يكيا وبيجي يكي ديجي بيرتي غوتن يعني يا نير تبليا مي يا مي تبليا نير فإذا انفرد وقت يقول بتاني وريغوتن فهو فرد وبترو بتنية وفرع يعني قال زوج بكرماني معنى جوتا جوت جوت كرد ترك بيرك دبي أشم ظلام دبي أشم بلي أشم معنى هزو يعني رجل إيكم بجوت كيكم بكت شفتها ايغو اغو منيكا حاوتكم بيغو سافران كاسي مالكم غو رزق ابو لاكم غو قرأت بيجي امو ايش تبه كلمة بيجي غو تلانا بيجي اما غو تبيجي اغو جناتي تدمي تسقي ما خناي من نو ميجرشي فردن قال الله تعالى خده تعالى دعيته دا قوتيا فجعل منه الزوجين يعني غو ماسا زوج مانا دويا يعني فجعل منه الزوجين الذكر والانسا وخذي تعالى يا نير ويا مي مثلا تشيك لنا خلقا ديا يعني الزوج عفوا خلقون عفوا الزوج ناي قوتن الا جي مير راتي قوتن الزوج دبا مير بيت بجي مي الزوج يعني ما انا شفتها يعني هو كوكو بيكا قوت ايش يعني مثلا شنو مير سيرة القران اذا تيخاط بكي زوجتنا زوجها يعني زوج يعني بري وجعل وشي
خلق زوجه ودبي اسكن انت وزوجك الجنة اسكن انت وزوجك الجنة نابي زوجتك بل خلقا من بعد خلق يعني حيوانا سويا خذ تعالى ونشيكنا هناك قول يا شمشت بن واللب عدل هذه مسوي من بعد عظام مكسورة لحما فيشتي حصتيكي قهاتيا نخماندن بقوشت ومن بعد عظام عارية فيشي قو صادة حصتيا ومن بعد مدغن وفيشي قو مثلا بارشا قوشت ومن بعد علق فيشي قو خبينة ومن بعد نطفن فيشي قو منية يعني بفيشكلها قو فيشي فاد أو كيهانا ودوريها خذي تعالى ونفيشكلي شيكتنا والظلمات الثلاثو بجا أو هاسي مثلا طاري تعريفها سيدة خلقا بعد خلقنا ها بل أري حتى بني أويبو والظلمات الثلاثو بجا أو هاسي طاريتي وخذي تعالى بسي طاريتي أدمونا كرنا البطن والرحم والمتيمة مثلا زكي بيركي ورحمة بيركي ومشيمت هيفال بتشوك هيفال بتشوك هبال بتشوك يا يا هبال او خريطاك او برش او بيجيك و بصابيته ده يعني تدي اولي دزكي دزكي وصا او كي مال شو تقول ده مال او ياد دبين مشيمة بعربي بكرمانجي بتخمين عمان جيسكي كو صابيته ده هبال بتشوك جلال بينا دوي كيسكي ده او كيسكي برحمة ده او رحمتي دزك ده هبال بيته تعريتيا أول كيسك تعريتيا لديا الرحم تعريتيا سيازك وقيلة وقيلك قوتينا ولو هزي تعريتيا الصلب والرحم والبطن بالتركي جراب يجن بلاسنتا بلاسنتا مش بلاسنتا شخم في منك ما أو ترجمة يجو جسرابتن ايه ولا اوه اوال بشوكين ايه ويت بيجي شخم مزاب على ايتيا ذلكم الذي هذه أفعاله أبيقو كرنيويقو مثلا وانت حزتي آدم مش نفسها واحدة وبيهكاوي ناكيجي وانعام خلقاندنا وشف وروش خلقاندنا وروش هيفي ونضادكي هيف روشي ونضادكي في شكلها ناكي هو الله ربكم أبا إيقو ربي ويا له الملك أمزانيكم عفو أمزانيك شما بيا دايفا ذكرن يعني أبكم ضميروي بحسب أفعال خضايا أو الجمعية ورجع إبقال ما أفعالكم مثلا وخذي تعالىكم مثلا من شف الروج وملخب بلي خلق السماوات والأرض من خلق أبيكم أغاية بي شكرية كم قالي إنسان أجوارات بيجمع مخاطب من وين وين بعقل بنا عقل ببرنا ملي الذي هذه أفعاله هو الله ربكم والله وربي ويا له الملك ومزناتيش يا ويا حكم ايه ويا لا اله الا هو وتي اله غير وي منين فانا تصرف برابقا يا سيدة تشكي معي برابقا يا تشكي معي برابقا يا سيدة صاب صاب كلمك مين دبي له الملك وشكا ملكي خده نشاني مادن خده جمال بيفيا بارا خده قدام شكو عن السري الديني والله كش مرا سجيكي بسكي جنادا ما بيتر امي سيدا بسا اوه كرم كاذرا رئيسكي ما براب قدا اني ما بيزم يعني فكيف يعدل بكم عن عبادته الى عبادة غيره وانشاوا اريقو اف خدايقو حالو يا وافقا تشتيها تشيكرنا ودلالتي سر وحدانية قدرتا ويتكن وقو خدي قهارا وخدي عزيزا بيجي وند تشنج عبادتي ويد تشنبال عبادتي غيرابا ونجر عبادتنا كن وش مولو وش مولو تكن ما سابقكم الله خيرين كسينا بس دقيقي سيدا تماما عندي از ادم اولي خلقيتا ادم وحواء باشي انسان تبايدي يعني كاداجي باسا قوشت وبنير ورشير ورون وفلان فان حيواناتك دمك يا بان حيوان وجود انسان را تقوينا وان ابي طيبك وحياة بيتشيت بان تشتاني كنا ان نعمتي مظن نعمتك وتشتيك وجوش وان حيوانات شيت بان قوشتاني يا بان قوشتا حقيقة خشنا بلاش لمرك